هل المفاجأة دي بتخلي كتير مننا ممكن يستحضر اللي كان بيتقال، وإزاي لجانهم الإلكترونية مبكرا كانت بتحاول تتلاعب بالرأي العام في مصر، وإزاي كان كل حاجة لازم يتم يعني إزاحتها من عليهم كده وتترمي مرة على الشارع ومرة على الثوار وحتى مرة على السلفيين ومرة على المجلس العسكري؟ لازم كل الدوائر تبقى هي اللي في بؤرة المسؤولية وهم اللي بعيد. يعني في الحقيقة حالة الصعار الإخواني على السلطة ما كانتش أبدا علشان خاطر عيون التنظيم الإرهابي، لا ده كان فيها طموحات شخصية كمان لأعضاء التنظيم نفسهم. علشان كده كان من ضمن الساعين لكرسي الحكم عبد المنعم أبو الفتوح، واللي اختارته إدارة بوش الابن في 2007. طبعا هو مطروح من قبلها، لكن تم العمل على تقديمه بوصفه شخصية إصلاحية ممكن يقدم نقد للمرشد وقتها. ويقال إن بعض قيادات التنظيم الإرهابي في أوروبا كانت عاوزة عبد المنعم أبو الفتوح، وده علشان تستثمر علاقته مع المجتمع الغربي وطبيعة شخصيته العاطفية شوية اللي كانت قبل الانتخابات بتحاول تصدر صورة مغلوطة، صورة كاذبة، صورة خارجية إن هو واحد من هذه الشخصيات الإصلاحية. لا